السلطه عندك الهواتف ديالهم، المكتب كتعرفوا، جميع الوسائل تبلغني. اي حاجه خارج القانون في السوق نعرفها، اول واحد يعرفها هو انا. متفقين؟ وما نسمحوش ان الخضره تتباع جوج ولا ثلاثه ولا اربعه المرات. وما نسمحوش بالثقه. وإلا وصلكم ان كاين شي حد كياخذ السلعه وكيديها لان ديبو كيلكونك في اي بلاصه بغات تكون وكيسد عليها باش يطلع الثمن، علمونا وحنا نديرو خدمه. شكرا. ما كتبيعو ب 6 درهم و 5 كلشي هنا. اسمع لي الله يرحم الوالدين، واش عندك فكرة ولا هادي كتصوب شي بلاصة و نتوما كتبيعو بثمن آخر؟ عندكم فكرة؟ ضروري. شكرا. طنش. رضوان تبارك الله عليك. حتى انا غادي في الطريق واحد المواطن تابع لي في الطريق تيقول لي تيكذبوا عليك وهادشي ما كاينش باش تستعدوا باش هو الثمن اللي كتبيع. فين باش نعرفوا 11 ولا 90؟ عاد تسول. هذا سؤال مهم. حنا اش غادي نسال؟ هادشي علاش حنا واقفين؟ خصنا الا سمعنا كيدير تسعود رئيس قسم الشرطه الاقتصاديه وجميع اعضاء اللجنه واللجنه ورجال السلطه خاصو يشوفوا بعينيهم كيتخلص بسكيت سعود مثلا، وخاصني نعرف بان وصل عند تاجر التقسيط بسكيت سعود. داكشي اللي كنسمعوه هنا بسكيت سعود. هادشي علاش خلاص باغي نديرو التقييم ديال العمل ديالنا، واش زادوا الاسعار ولا استقروا ولا طمعوا نعرفوا. وديك الساعه غادي نعرفوا في نفس الوقت البحث الجاري حول المحتكرين والمضاربين. موجه بشريه عندي باش يدير رقم 9، واش هاد الثمن ديال 6 هو باش الشراء ولا حاجه اخرى؟